جديد إلى المقدمة والأبكار المحليات الأصائل الشاهينية. محمد بن عبد الله العسكري يسيطر على البداية الأولى ويتقدم. المركز الثاني وصلت شواهين سعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت دغشة تعود ملكيتها لمنصور بن سعيد بن منانة يحتل المركز الثالث في هذه الأثناء. أما المركز الرابع فتقدمت إزريق لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير يحتل المركز الرابع في هذه اللحظة. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الآن بيه لناصر بن مسلم بن سبت الخيالي. والمركز السادس وصول من قبل ترحيب في هذه اللحظة، ترحيب تعود ملكيته لمكتوم بن الشيبة السبوسي. والمركز السابع الآن نتابع في هذه اللحظات وصول شواهين تعود الملكية لمنصور بن سعيد بن منانة يأتي على المركز السابع. المركز الثامن خيرة هادف بن حمد بن عفصان المنصوري يحتل المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع وصلت الآن الفائزة عبد الله بن حامد بن سعيد النيادي. والمركز العاشر هنا قدوم من قبل اللبسة لمحمد بن أحمد بشاوي الغفلي. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدين الكرام في هذا الملتقى وهذا اللقاء. أعود من جديد مشاهدينا الكرام إلى المقدمة وإلى ما يدور من تحدي وتنافس. رباعية على مقدمة هذا الشوط تقودهن الشاهينية لعبد الله بن محمد بن عبد الله العسكري يأتي على قمة وقيادة هذا الشوط بلقاها المميز والأصيل شواهين في المركز الثاني. سعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي يأتي على المركز الثاني، ولكن تغيير من خلال تواجد زريق. زريق حصلت على المركز الثاني. حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير يقدم زريج في المركز الثاني في هذه الأثناء. المركز الثالث شواهين سعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي. والمركز الرابع ياتي شعار بن منانة ايضا حاضر في هذه المنافسة وهذا اللقاء. منصور بن سعيد بن منانة قدم لنا دغشة في هذا الملتقى وفي هذه الانطلاقة يحتل الآن المركز الرابع. هذه الرباعية على الكادر الأول كما نشاهد في كلوز واحد، يعني انطلاقة وتحدي مع بداية الجولة الثانية. شوف المركز الرابع الخامس الآن بن عفصان وصل عامر هادي بن حمد بن عفصان المنصوري مع خيره يقدم الهداف هذه الاسماء. بينما المركز السادس تقدمت ووصلت اللبسه لمحمد بن احمد بشاوي الاغفلي ياتي على المركز السادس. بينما المركز السابع هذه بيه تعود ملكيتها لناصر بن مسلم بن سبت الخيالي. وثامن المراكز لمنصور بن سعيد بن منانه من جديد يقدم كذلك مشاركه اخرى. تاسع المراكز لمكتوم بن الشيبه هذه ترحيب وصلت خلت المركز التاسع. بينما المركز العاشر نتابع اذا غنادير حضرت على خامس المراكز تعود ملكيتها لراشد بن عبيد بالهلي. هذه هي النتيجة للمراكز المتقدمة أيها المشاهدين الأعزاء والمشاركين الأفاضل.
في مشاركة هذه الانطلاقة الحاضرة وهذه المنافسة الشيقة، يعني منافسات ميدان المرموم مشوقة دائما، ويعني ظهور أسامي عملاقة وتوقيت مميزة، خاصة يعني نحن في منتصف الموسم واليوم مع منافسات الكبار. أعود إلى العسكري، لا زال مسيطر والشاهينية هي التي فارضة السيطرة. يلا هالي بدية هذه لا من المقدمة، ويأتي محمد بن عبد الله العسكري في صدارة وقمة هذا الشوط، والهلال الأبيض يحتلون البداية بينما المركز الثاني. هذه زريج حاضرة في ثاني المراكز لحمدان بن حمد بضعيف في المركز الثاني، ويعني محاورة ثنائية، محاورة في أرضية الميدان ثنائية بين الاثنين. شوف المركز الثالث يا ليل المحرمي، هذا هو سعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي يقدم الشواهين لتتواجد على المركز الثالث، وادغشة في المركز الرابع، ادغشة في المركز الرابع لمنصور بن سعيد بن منانة، ايضا مشاركة فنية رائعة في هذا الملتقى، واللبسة تتقدم، اللبسة تتقدم وتحتل المركز الخامس لمحمد بن احمد بشاوي الغضلي. سادس المراكز من افتتح يعني اليوم سباقاتنا الصباحيه بشواهين، بينما في المركز السادس هذه اللي وصلت الان وتقدمت بي ناصر بن مسلم بن سبت الخيالي محتل المركز السادس. المركز السابع تراحيب مكتوم من الشيب السبوسي. المركز الثامن وصل بن عفصان هادي بن حمد بن عفصان المنصوري، وهنا كذلك خيره متواجده على المركز الثامن. تاسع المراكز لمنصور بن سعيد بن منانه، والمركز العاشر فيه غنادير لراشد بن عبيد بالهلي في المركز العاشر. هذه النتيجه واللقاء والتحدي والتنافس لا يزال في مواجهه مصيريه مع ناموس هذا الشوط. المحليات الاصايل صحيح انها اعداد قليله، لكن يعني لها لمسات فنيه ومشاركات رائعه في المهرجانات وفي الختاميات. الكل يحافظ على مستوى مطيته ووقت المناسب في المشاركه من خلال المنافسات في ميادين السباق. اعود الى مقدم الشوط، ولكن لا زال العسكري يقود طابور هذا الصباح، طابور الصباح يقوده العسكري ما شاء الله، لكن بهيئة المدنية، وهو مسيطر في المركز الأول بوجود الشاهينية. الشاهينية محمد بن عبد الله العسكري حتى اللحظة هو في مقدمة الشوط، في مقدمة الشوط ولا يزال يعني يبحث عن الناموس والانتصار. زريق الآن بدأت يعني تنتقل وتتسلل إلى صدارة الشوط. زريج حمدان بن حمد بضعيف بن غدير غيرت وخذت المركز الثاني. مشاهدينا الكرام المركز الثالث وصل بن منانه، هذه دغشة في المركز الثالث لمنصور بن سعيد بن منانه يحتل المركز الثالث، والمركز الرابع وصول وتقدم كذلك من شواهين لسعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي قادم كذلك في هذه المشاركة. هذه الأربع اللي أمامكم على الشاشة وهي يعني تغادر إلى لائحة 1800 وأربع مراكز أولى متقدمة على نطاق التحدي. اللبسة في المركز الخامس، اللبسة محمد بن أحمد بن شاوي الأغفلي، والمركز السادس قادمة بي ناصر بن مسلم بن سبت الخيالي يتقدم في هذه اللحظات، وكذلك قادم هناك منصور بن سعيد بن منانة يقدم اسم آخر في هذه اللحظات. يا سلام يا الأسماء الحاضرة والمتقدمة. عموما على كل حال نعود إلى الصراع، إلى النزاع ما شاء الله. في المقدمة تقريبا ست من هذه الأبكار متقاربة من بعض البعض، ولكن نقول 1200 على خط النهاية، 1200 والمحرمي غير مع الشواهين إلى صدارة الشوط. شواهين سعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي تغيرت الأمور وأحواله مع مقدمة الشوط، لكن الجانب الثاني اتغشت حاول في هذه اللحظة لمنصور بن سعيد
بن منانة لمنصور بن سعيد بن منانة يتغدى في المركز الثاني. المركز الثالث زريج حمدان بن حمد بن غدير، المركز الرابع اللبسة محمد بن أحمد بالشاوي، والمركز الخامس فناك الشاهينية محمد بن عبد الله العسكري. لكن تحركة تدغش تبغي تدغش المركز الأول، تبغي تدغش الناموس. ما شاء الله هذه دغشة تحركت، دغشة تحركت من صدرت عليها الأوامر والتعليمات. ما شاء الله تبارك الله وازمت في الخالي يديها. لكن زريج حمدان بن حمد بن ضعيه بن غدير يبغي مرغم التحيه والسلام، ودغشة تحاول الا ان زريج هي من فازت وسجلت حضورها في هذه المجموعه، في هذه المجموعه الخامسه في صباح هذا اليوم. زريج حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير ودغشة تحاول في المركز الثاني، ولكن زريج فازت بناموسي هذا الشوط. تهانينا والناموس لاهالي مرغم على هذا الاداء الجميل، وحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير تهانينا يا باش مهندس على هذا الفوز والانتصار، حيث قدمت زريج هذا الاداء الممتاز في لقاء المحليات الاصايل. تهانينا والناموس والسلام يا مرغم سلام. المركز الثاني دغشه لمنصور او هنا بي، اذا حلت المركز الثاني ناصر بن مسلم بن سبت الخيلي، المركز الثالث غشه منصور بن سعيد بن منانه، والمركز الرابع شواهين سعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي، والمركز الخامس شاهينيه محمد بن عبد الله العسكري حل في المركز الخامس. توقيت زمن امامكم 12 دقيقه 48 ثانيه، خمس اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على فوز زريج لي حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير في لقاء هذا الشوط. المركز الثاني لحظات الوصول بي 12 دقيقة 48 ثانية، تسعة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لناصر بن مسلم بن سبت الخيلي. المركز الثالث ياتي شعار بن منانة مع دغشة منصور بن سعيد بن منانة، 12 دقيقة 49 ثانية وجزء واحد من الثانية، حيث سجلت كذلك حضورها في المركز الثالث.